الديك يبحث عن عمل. في أحد الأيام جاء الديك فقصد النملة. قال الديك: أنا جائع يا جارتي. دهشت النملة وقالت باستغراب: وما علاقتي بجوعك؟ ارتبك الديك وقال للنملة: أنت تملكين الكثير من حبات القمح وباستطاعتك مساعدتي. قالت النملة: يا له من طلب غريب، من قال لك إن السماء أمطرت قمحا؟ لقد ضللت طوال أشهر أكد وأتعب في الحقول حتى جمعت ما يكفيني من القمح. أنا مستعدة لمساعدة من يتعب ويعمل مثلي، ولكني سأكون بلهاء إذا ساعدت متكاسلا مثلك. قال الديك: لست متكاسلا، ولكني لا أتقن أي مهنة. قالت النملة: أنت كسلان لا تعمل ولا تجيد سوى الصياح. خجل الديك وابتعد عن النملة، ولكنه لم يحتمل الجوع طويلا وصاح مستغيثا: كوكوعو! سمع أحد الرجال صياحه وأقبل نحوه متسائلا: ما بك أيها الديك؟ قال الديك: أنا جائع لأني بلا عمل. ابتسم الرجل وقال: من الطبيعي أن تجوع، لأن من لا يشتغل لا يجد ما يأكل. قال الديك: أنا أرغب في العمل، ولكني حائر لا أعرف أي مهنة أختار. فكر الرجل لحظات ثم سأل الديك: هل تريد أن تشتغل عندي وتتخلص من جوعك؟ أجاب الديك بفضول ولهفة: وماذا سأشتغل؟ فأنا كما تعلم لا أجيد سوى الصياح. ضحك الرجل وقال: سيكون عملك أن توقظني بصياحك في الصباح الباكر. وافق الديك مبتهجا، وصارت مهنته منذ ذلك اليوم هي الصياح قبل أن تشرق الشمس، ليوقظ النائمين ويبشر برحيل الظلام.